جايز كيفكم اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناتي انا شملة فيديو. اليوم جايز بدي اقولكم عن ماب كتير مسلي وحلو، واغلبيتكم يمكن لاعبين روبلوكس بتعرفوا وبس. وهذا الماب يعني لما انتم بتدخلوا له كل شيء فيه مجانا، بس ما لازم ما بيعطوكم شيء، بس انه كل شيء فيه مجانا. هذا الشيء الحلو فيه، وتعالوا افرجيكم اياه. اول شيء اسمه كاسلوكن افاتار، هو يعني كمان مكتوب عليه افاتار عشان الكل يعرف انه هو خرجك تغيري فيه الافاتار، وهيك يعني تصور خرجك انه تغيره وكل شيء مجانا، بس اكتبوا على تري وانتو خرجك انه تحطوا شخصيات نفس جول كتير حلوين، وكأني دمج وفيه دمج وفيه شعورها وفيه كل شيء. وإذا ما بتكون انتو كمان تساووا شيء انه هو بيعطيكم هذا بس اللعبة جوا اللعبة، وهو هذا الماب. وخشكم تتعرفوا هيك على اصدقاء وصديقات. ايش ما بتكون؟ ليش الكل ولاد؟ ما في ولا بنت؟ لا في شوي. اوكي جايز، انه هذا الماب انه ليش حلو، خرجكم بس تكبسوا على الحلق، بعدين خرجكم انتو تصنعوا ايش ما بتكون شعور، يعني تدمجوا خرجكم ما بتكون انتو تصنعوا. خرجكم تجوا هون ايدي، خرجكم تجوا هون على هاي، بس اول ما بتدخلوا عليها فعل كتير، بس ما عليه استنوا واحد. اوكي وهون خرجكم تختاروا ايش ما بتكون ماب. اوكي هون الامونز يعني هاي الحركات، هون اذا انتو بدكم تشيلوا شي من الشخصية بتاعتكم تخدروا هون شيلوا ايش ما بتكون. بس يعني انا يعني السكن اللي انا سويته هاد بتمنى اشتري، مرة عجبني. وانتو بدكم تسألوني ليش ايش في بهاي، اذا بتضغطوا هون انتو بس حطوا هيك شوفوا اكتبوا ايش ما بدكم اسم، بعدين انتو بتضيفوها وبصير. انا مسوية دموج كتير نفس هذا الدمج مسويته، بس مو عدلني مرة هذا الدمج، ومسوية هذا الدمج بعد مسوية دمج. اوكي هذا الدمج ومسوية هذا الدمج، هذا الدمج اكتر واحد عجبني بيناتهم، اكتبوا بالكومنت. هون مسوية كمان شخصية ما عليكم منه، بس كتير هيك ايمو في مرة فحبتها هي. وانا اكتر شخصية بحبها هي هاي الشخصية، انا صنعتها وبدي احطها هون مع الايمو والجوريلز والسلاندر، يعني مشان مرة حلوة. وبدكم بالماب وخلصكم تتعرفوا على كتير ناس وما بعرف ايش. واذا بدكم تضغطوا خلاص ما في شي غير هيك بس جايز، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم اعطوني لايك واشتركوا في القناة، وانا بحبكم كتير كتير. مع السلامة، باي باي.